أركان المقاومة ترغب بالحوار وتبغى ترغب بالتفاهم، لكن طبعا الطرف الآخر لا يقبل بالحوار الندي، يريد سحق هذه المجتمعات ويريد إذلالها ويريد تبعيتها ويريد السيطرة على كل مكتسباتها وثرواتها وسيادتها. لا يعني قلت لك، يعني نموذج عندنا الاتفاق النووي عام 2015، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذهبت للحوار والتفاهم السياسي والدبلوماسي وأنتج عن اتفاق صادق عليه مجلس الأمن الدولي، على ماذا؟ يعني هذا على الاتفاق النووي الذي تم. أنا لا أسأل في هذه الجزئية، معذرة أستاذ أمير. محور المقاومة الذي تقوده إيران ينوي الدخول في حرب ضد إسرائيل تحت عنوان المقاومة الذي يكفلها القانون والشرع. لماذا لم تتحاوروا مع دول الخليج، مع العراق، مع دول إسلامية أخرى بأننا أو محور المقاومة بصدد حرب مع إسرائيل؟ لأن هذا حق نحتاج إلى وقفتكم، أو ما هو رأيكم، ما هي تقديراتكم؟ هذا الذي أسأل به. الملف النووي في جانب آخر، قضية إيرانية وطنية. أستاذ نجم، نعم، ماذا حصل عندما دخل داعش إلى العراق؟ من ساعد العراق؟ الكل كان يتفرج ويدعم الإرهاب التكفيري في العراق. نعم، لولا الشعب، لولا الفتوى التي أصدرها الإمام السيستاني، لولا هذه الجهود والدماء الطاهرة التي أريقت في سبيل تحرير الأرض العراقية لما بقي، لما استقل العراق، لكان تقسم ودمر و انتهكت كل ثرواته وإمكانياته وسيادته. نعم، الشعب قدم أغلى ما يمتلكه من شباب ودماء طاهرة، استطاع أن يطهر الأرض. الكل كان يتفرج والكل كان مساعد لهذا العمل الإرهابي الداعشي، أمريكا والصهيونية وأبناء بهم في المنطقة. للأسف الشديد الوضع السياسي في المنطقة لا يسمح لأن تكون للشعوب كلمة، يريدون مصادرة كل شيء من هذه الشعوب، ولا يمكن مساعدة أي شعب إذا تعرض. انظر إلى الاحتلال الصهيوني إلى لبنان عام 1980، من حرر الأرض؟ هل جامعة الدول العربية تحركت؟ هل المؤتمر الإسلامي تحرك؟ أم مجلس الأمن تحرك؟ الشعب اللبناني بمقاومته استطاع أن يدحر هذا الاحتلال ويطرد الصهاينة من بيروت إلى جنوب لبنان، ومن بعدها من جنوب لبنان عام 2000 كليا. إذن المقاومة والشعوب هي التي تحرر الأرض، فهذا الحق المسلم والقانوني والشرعي للشعوب أن تقاوم الاحتلال. المشكلة في الاحتلال، يعني كل الذم لابد أن يتجه نحو الدول الصامتة والمساعدة لهذا الاحتلال، وكذلك سيد أمير. للمؤسسة. قبل أن أنتقل إلى الشيخ، أنا أحترم ما تقوله، ولكن أبني على الفكرة التي انطلقت منها. إذا كانت الشعوب هي التي تقرر والحكومات وحدها هي التي تقرر ولا قيمة لآراء الآخرين، إذا لماذا رئيس الوزراء الإيراني مرة في الخليج ومرة في العراق ومرة في بيروت ومرة في عواصم أخرى؟ خلص، أنتم قراركم وقرارهم، والقصة بهذا الشاب، والذي يقرر هو يسير. ولذلك هذا الحراك الدبلوماسي ما معناه إذا كانت القضية لا 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 تأثير لقرارات الشعوب الأخرى أو الحكومات الأخرى؟ الأقل أن لا ينجروا إلى المحور الصهيوني، وأن يعني هذا كل تحذير، التحرك الدبلوماسي تحذير أن لا ينجروا هذا إلى تحذير أم تبصير، فرق بين الاثنين. نعم، لأنه إذا ما دخلوا في المعترك وإذا دخلوا إلى صف الصهاينة، أنا أعتقد الأمور تتغير كليا. أنا أشكرك هذه الإجابة، هذه الإجابة. خليني أرجع للشيخ محمد، معذرة، حتى خليني دول المنطقة على الأقل أن تقف في الحياد، وأن لا تساعد الكيان الصهيوني في مشروعه الاستيطاني والحربي والاعتدائي على الآخرين. هذا على الأقل أن تقف هذه الدول على الحياد. نعم. حتى لو على الأقل إذا ما تساعد الشعوب وما تساعد المقاومة في الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني، طيب، أن لا تنجر الصهاينة في ضرب المصالح الاستراتيجية لمحور المقاومة.